دي فرنسا راهو يلزمك تعرفوا ما تشتري لبيه هنا 16 خبزة حق باقيت غاديك فهمني 16 خبزة لهنا خبزة ما قلتش باقيت 16 خبزة في تونس يجيب لك غاديك باقيت فهمني واحد في مرسيليا شاري مرسيدس وروح بهم بعد روح بعد سنوات وانا نعرفه غاديك عين نعاونه فيه باش ياكل. شنو هو اللي يخلي الشباب التونسي يلتجئ للحرق؟ والله ايش باش نقول لك انا باش نحكي لك بالعكس على الشباب اللي يوصل غاديك في فرنسا وحارق ماني شفت كثير وكثير معناها وربما وقع تهويل في الامور هذه والناس تجز في بعضها وثم اشهار للحرق بطريقه غير مباشره واللي يخلي الشباب يتخيل وانه غاديك فيها معناها افاق الامور صعبه وصعبه جدا. انا الراف اللي شكون حارقين من غادي ويجيك عمي احمد بالله اشتري عليا تليفون عمي احمد بالله اشتري عليا بسكليت عمي احمد بالله ولا الاصدقاء معناها طلبات اخرى متاع معاشات يوميه ما يجمش الواحد من بال الحياه يذكرها فهمتني. لا اتمنى ذلك لبقيه الشباب التونسي وربما فيه من ينجح وشكون من ينجح لمن له عنده غاديك شكون اللي ينجم يخدمه في النوار لعجلو القانون الفرنساوي واحد يجي ما نجمش يخدم امبوسيبل باش يخدم اما كذا يلقى شكون معناها من هنا شكون يخدمه في النوار مثلا معروف هذه بلونجيري ولا حاجه كيما هكا يمكن اما قليل وقليل جدا والحمد لله احنا فينا حاجه باهيه وان التوانسه غادي اللي نشوف فيهم حارقين ما شفتش شكون من ساسي ويستجي في أسواق فرنسا ورغم فهمني ما رأيته من جاليات أخرى مغاربية فهمني شيء غريب وغريب شباب في عنفوان العمر ناس مد يديها في الشارع وتطلب في الأسواق الفرنسية كل سوق تدخل وتلقى فيها 10 5 7 معناها ناس تمد في يديها وتشرب حراقة وإني حراقة عطيني حالة مسخ شباب في 20 سنة 25 سنة هو يسيب له عيب 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 كبير والحمد لله ما شفتش توانسة مرة واحدة شفت واحد أمام القنصلية التونسية وأنه يحاول يطلب الناس يعاونوه هذاك على الأقل أمام القنصلية فهمتني. أنا ننصح الوالدين يتفطنوا لأنه العمل في فرنسا مش بالطريقة اللي يتخيلوهم هما. أنا عديت 19 أكتوبر جاي واللي عندي 43 سنة في فرنسا لم أرى قط معناها حداد أو نجار هي معامل تخدم خارج البلاد وأنت إذا كان حاجتك بشباك مثلا أو باب تتجه إلى دي مجازان سبيسياليزي كما لورلو ميرلان بي اش في حاجات كيما هك ترى النوع وتعطي الكيل متاعك بعد عدة أيام 4 جمعة يجيبوا لك الواحد. أما اللي ماخذ المهنة هذية ما نجمش يخدم غادي لأنه الفرنسي ما نجموش يخدمه لأنه إلا ما تكون عنده أوراق والقانون الفرنساوي السنة الأولى حتى كان تعمل أوراق ما تنجمش تخدم انتردي فهمني. دونك لست ما نعرفش يقع في ألمانيا ولا في بلاد أخرى أما في فرنسا معناها يدز أولادهم باش يبيعوا يباتوا في الخلاء وتحت القناطر وعلى كرادين لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه الشاب اللي يوصل غادي وأنه نقطة لا عودة ما نجمش يرجع أني كنت هامل ونرجع فهمتني وربما يدخل في مشاكل أخرى فهمتني. أنا ما ننصح حتى ولي يبعث أولاده هكا للتهلكة ما ثماش كلمة أخرى فهمتني وربي يعاونهم. أنت كمواطن تونسي من منظورك شنو هو اللي يخلي شاب تونسي في عمر الزهور كما كنت تحكي لي أنت يخلي عائلته أم وبوه ويهاجر؟ ماني قلت لك في عمر الزهور ويهاجر كيما هكا انه ثم اشهار غالط بالله بالله سامحوني استاذه تقري لهنا وهاز ولدها عمره 5 6 ولا 7 سنوات وحارقه به الاستاذه هذه اللي خارجه غاديك ماذا ستخدم غاديك مش تخدم في النوار فام دو شامبر ولا انبون ولا شنو مش تخدم ايه يا حول ولا قوه الا بالله يعني يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدو انسان كانت بكرامتها واستاذه وليدها في معناها قضت عليه تا
توفي في البحر ومات هي في البحر. وليش علاش هذا فاش قام هذا شو تلقوا فيه فرنسا؟ يا ولدي فرنسا راهو يلزمك تعرفوا ما تشتري لبيه هنا 16 خبزه حق باقيت غاديك فهمني 16 خبزه لهنا خبزه ما قلتش باقيت 16 خبزه في تونس يجيب لك غاديك باقيت فهمني. و معناها شبشي يدبر هذا في الواحد معناها راهي حكايه مليون و 1500 يورو 1400 يورو ما يعيشوش غاديك الكراء من 600 وانت طالع يورو والبخيه كيفاش عباره راهو معناها امور تعبه راهي امور في فرنسا هما بيديهم في حاله سيئه واللي يجي مقري في حالتين سيئه وكبيره جدا وانا ربي يعاونهم وربي يصلح الراي وكاو مالغري سا معناها بالرغم من هذا الكل الشباب التونسي يقول لك اي نرضى روحي نتمرمد في بلاد الناس ومانيش متمرمد في بلادي. لا جالو يتخيل وانه غادي فيه انا قلت لك تخيل اللي هو اشهار غالة تحاصل من الاول وثم ناس انا يا ودي عرضني واحد في مرسيليا شاري مرسيدس وروح بها من بعد سنوات وانا نعرفه غاديك عين نعاونوا فيه باش ياكل ما نعرفش كيفاش شاري خرده مرسيدس نجم تلقى ماشي مشكله في الكرهب بخرده وراكب معايا في البط وجاي في مرسيدس فهمني وان كان هو ما يعرفش اللي مرسيدس في فرنسا عباره يعني تعتبرهم لي جيتو معناها مضحكه عباره نحن جبري معناها فهمني ومروح في البطو هذيك المرسيدس والسموت نجو رم غاديكا يعبوا الكراهب نتاعهم يركبوا عليهم حشاكم كلبهيم من الفوق يحلسوها كلبهيم من الفوق الفريجيديرات مطيشه بالشارع والدباش مطيشه بالشارع ويدبر كيفاش يشري كهرباء ويركبها معاهم يروح به شيء غريب شيء يحشم فهمتني. وهذاك يشوفوا الاخر لهنا يعتبروا اللي هذاك انسان ناجح لبرا رو الانسان الناجح لبرا عمرك ما تشوف عليه البذخ وتشوف عليه الحكايات هذيك الادعاءات لانه سوسون لي طنبور فيد كي فون دي بروي المعبي ما يعملش دي بروي فهمتني. ناس فيقوا على روحكم اذا كان واحد عنده غاديك شكون يعمل عليه باش يسكن ويخدموا في الانوار ومعناها شنو يخدموا في الانوار معناها ما يتخيلش مشي باش يعيش بكرامته فهمتني. يمكن من هما يمكن جماعة الجنوب فهم الحكايه هذه لاجل انسان شادين لدومين تاع لي بلونجيري وشادين دومين تاع الكوافير 80% من البلونجيري في فرنسا هما توانسه من جهه تطاوين فهمني ياخذ لك بلونجيري غادي في فرنسا الفرنساوي افلس فيها الفرنساوي افلس في البلونجيري هذيك وباعها خذاها هذايا من اهل تطاوين الفرنساوي يجي يقعد يقابل البلونجيري من غادي يحط كرسي نتاعو يشوف شوف البلونجيري نتاعو تخدم الخبز خارج وفي اخر النهار شكاره نتاع خبز محطوطه لانه فيها وقت البيع يحطها مول البلونجيري في الشارع باش يكون يهز الناس اللي يهزوه فهمني يبقى ما فاهم والو هو البلونجيري هذاك شنو فهمني البلونجيري هذاك شنو حكايته حكايته هانو هو مرته يخدموا في البلونجيري المقدم واللي مش وفي التركينة من هكا ثم جوز ثلاثه فهمني في النوار يخدموا الثلاثه هذاكم في النوار اللي يخدموا هما الفال لو سالير دان فرونسي لابا عجلوا فرنساوي كيخلصوا عرفوا مليون و500 1500 يورو سي ان بو دي سي دي سميك ميم با 1500 ديزون 1500 معناها الحاكم يخلص عليه دورة 4 مليون و500 لاجلوا ثم دي كاس دو ريتريت دي كاس دو مالادي دي كاس دو باترونا 70 الف كاس وكاس يخلص عليها الحاكم فهمني هذاك مي هذاك من كل ما يخلصهمش فهاد مش يعطي هاك ال 1500 يعطي حتى 1000 لوفري هذاك من ثلاثة يجوا له 3000 وهو ما بابي لو سالير دو ان سول دونك الامور تدور هذا ما ناس اعتذروا انه الخبر يبقى لهنا معناها ما انتشرش فرنساويين نكشف اسرار ولاد بلادي مي هذا الواقع ما انا غلطوش راهو يخرج في فرنسا يا عم احمد اعطيني شري ساندوتش عم احمد شري علي التليفون منين جابوا التليفون عم احمد شري علي بسكليت منين جاب التليفون البسكليت فهمني ربي يعاونكم وكهو ربي يهدي الى طريق المستقيم. ميساجك للشباب اللي قاعد يحرق ولا قاعد يخمم في الحرقه شنو تقول؟ والله ايش بنقول ربي يعاونهم شنو المساج نتاعهم فهمني ربي يعاونهم عندنا ميادين ربما الواحد ينجم يعمل فيهم ربي معناها لست متضلع في الامور الاقتصاديه في تونس ولا معناها ادعي اشياء
اما اللي نجم يلقى حاجه في بلاده لهنا راهو احسن، فهمتني؟ وثم اللي نجم يلقى حوايج لهنا وهزاته التيشه وهزاته الاشهار الغالط، فهمتني؟ والله يهدي اللي زم قري اللي يعطوا في صور بعضهم صور غالطه جدا، فهمتني؟ وصور نجاح وما راهمش ناجحين، اكثريه مش ناجحه، انسان عايشه. يا احمد الجابري من خريجي دار المعلمين العليا بتونس سنوات 80، وانتقلت الى فرنسا حصلت على دكتوراه وشهادة عليا ودرست بالجامعات الفرنسيه، والحمد لله انا الان متقاعد منذ 4 سنوات. لقد فهمتني اشتقت الى رؤيه اصدقائي سنوات 80 76 و80 اصدقائي في الدراسه في دار المعلمين العليا، اذكر منهم محمد علي سالم بالحاج محمد بالحاج محمد اخر مثلا وعده اصدقاء، فهمني؟ اتمنى ان يقع الاتصال به وربط العلاقه به. انا الميل بتاعي جي اميد جي ا اش ام اي دي 6100 @hotmail.fr.